أصلا فنحن في المحطة نفسها حدثنا قليلا عن الشيخ الكبيسي ذلك العالم الورع. دكتور احمد الكبيسي بارك الله فيه وعليه، وربنا يعني يمده وعطاؤه دايما يا يا رب رب. يا أمين. هذا الرجل انا لا ما كنتش اعرفه قبل كده سابق يعني، أيوة فهو داخل المسجد عشان يلقي محاضره في جامع الشنفري، الله فلأنا بقرا لقد في سوره الاحزاب لقد كان لكم في سوره حسنه. فالمهم ايه، فجلس بعد ما خلصت القراءه، وهو يعني جلس على الكرسي عشان يلقي المحاضره، واذا بالرجل يقول كلام يعني انا الشريط عندي ويا ريت الاقيه، اللي هو انا مسجله بايدي يعني يا الله كاسيت. قال كلاما يعني اقول لك يعني كيف حقي، يا انا بقيت الله قاعد انا قاعد يا الله محرج وعندي حياء كده. وبعدين قال انا الله ما بقولش الكلام ده للشيخ محمد عشان خاطر، لا انا لم اوفيه حقه. هذا الرجل الله انا عندما دخلت وبيأذن المغرب ويقيم الصلاه الله وقرأ القرآن، أنا سبحان الله أنا جالي حالة غريبة أول مرة أحس بيها. ده الدكتور أحمد كوبيسي، وده صراحة يعني ده من ضمن الناس العلماء برضو اللي قابلتهم في جامع الشنفاري. يا الله.